أن الموضوع الذي يقيد إسرائيل والكيان الإسرائيلي في موضوع توسعة الحرب هو الرفض الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية ترفض توسعة الحرب ليس حبا بالقضية الفلسطينية وإنما هي دفاعا عن مصالحها في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة لم تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتوسعة الحرب، لا سيما فتح الجبهة في لبنان. وبالتالي أعتقد أن بالرغم من جميع المحاولات الإسرائيلية لغرض توسعة الحرب وفتح جبهة جديدة في لبنان، ولكن سوف تفشل بسبب الموقف الأمريكي الرافض.